دكتور احمد سعفان، اهلا بيك يا فندم. دكتور احمد، ايوه فندم، اهلا بيك يا فندم. ايه الحكايه؟ في بعض الاخبار كانت عن موضوع انه الناس بتضطر تدفع فرق، في مراكز بتقول لهم لازم تدفعوا فرق، ايه الحكايه؟ تمام يا فندم. طبعا يعني ايوه عمرو بيه، سامعك يا فندم، سامعك، اتفضل. يعني طبعا انا يعني مبسوط جدا ان حضرتك فتحت الموضوع ده، اللي احنا عاوزين نشرح الموضوع بالتفصيل، موضوع غسيل الكلوي في مصر. احنا حضرتك يا فندم وزاره الصحه بتدعم 59 ألف مريض على مستوى الجمهورية ما بين العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. التكلفة الخدمة دي يا فندم احنا بندعم الجلسة ب 500 جنيه من قبل الدولة. المريض غسيل الكلوي في مصر بيحتاج 13 جلسة غسيل في الشهر، فكل جلسة الدولة بتدفع 500 جنيه من جيبها فيها. بالظبط يا فندم، اجمالي المبالغ دي 4 مليار و4 من 10 في السنه. تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. زائد مليار جنيه بيطلع قرارات علاج على نفقه الدوله في مجال الادويه لمرضى غسيل الكلى. ايوه فندم. زائد الدوله بتدفع 250 مليون جنيه في السنه بدل انتقال لبعض المرضى اللي بيحتاجوا انتقالات عشان يوصل لاقرب مركز غسيل كلى. ربع مليار كمان. بالظبط يا فندم. دي الميزانيه اللي الدوله او وزاره الصحه بتتحملها. اللي حصل الفتره اللي فاتت نتيجه الدولار وسعر الدولار، حضرتك مستلزمات غسيل الكلى طبعا ده عباره عن اغلبه كله مستورد، يعني طبعا بيتم استيراده. احنا عندنا حضرتك يا فندم من 59,000 دول في 37,000 بيغسلوا في المستشفيات الحكوميه. أيوة. ودول ما فيهمش اي مشكله والدنيا منتظمه للغايه. في 17,000 منهم بيغسلوا في القطاع الخاص والجمعيات الخيريه. احنا مفروض ان القطاع الخاص والمجتمع المدني او الجمعيات الخيريه بتاخد على كل جلسه 500 جنيه، والقانون بينص على اللي هي المريض لا يتحمل ولا مليم. تمام؟ أيوة. اللي حصل ان نتيجه الدولار في بعض هذه المراكز، وده مخالف للقانون، نتيجة ارتفاع هذه المستلزمات من بره كانت بتلجأ للكلام ده، بس احنا عن طريق خط الشكاوي بتاعنا لما كان بيوصل لنا اي شكوى من كده كنا بنقدر نوصل لغاية اللي احنا بنقفل المركز وبناخد المرضى دول نوديهم مكان تاني. وبرضه دي فرصة يا عمرو بيه ان انا اقول رقم الشكاوي عشان معلن من خلال حضرتك، عشان لو اي حد راح لمركز من المراكز دي وقالوا له هو البتاع غلي هات فرق 400 جنيه 300 جنيه يكلم مركز يعني الشكاوى على الرقم طول. الرقم ده ايوه اللي هو 16474. تمام، ده رقم الشكاوي لوزارة الصحة المصرية. طيب عشان نتفادى هذه الاخطاء كلها يا فندم او المشاكل دي ممكن تحصل، احنا تقدمنا بمشروع بعد موافقه معالي وزير الصحه لرئاسه الوزراء وتم الموافقه عليها ووزير الماليه وافق لنا عليها، اللي احنا هنرفع ثمن الجلسه من 500 ل 685. وده برضو المواطن ملوش دعوه بيه، انتوا رفعتوها بينكم وبين المركز. بالظبط، بيننا وما بين المراكز الخاصه والجامعات الخيريه. هو لسه ما تمش التطبيق، بس في خلال ايام هيتم التطبيق وخدنا الموافقه علشان تعوضوا الناس. ما هو الاسعار زادت برضو عشان يعرف يكمل، لانه هيجي يقول لك انا الماده دي مش عندي لان غليت. بالظبط، بس حمايه ليهم بقى يا فندم عملنا فكره كويسه جدا جدا وتم اعتمادها، اللي احنا هنوفر المستلزمات لكل مراكز الكلى وصل لغاية عندهم باسم كل مريض عن طريق كمبيوتر سيستم وموبايل اب، اللي احنا هنوفر لهم المستلزمات، فيبقى كده العامل الدولاري هم ما يتأثروش بيه، وهنديله على كل جلسة 400 جنيه. هايل. والحمد لله خدنا الموافقات وهيتم التطبيق ده في خلال ايام ان شاء الله. يعني حضرتك الدولار علي، الدولار نزل، القطاع الخاص اللي بيخدم 17,000 مريض لن يتأثر، اللي انا جايب لك المستلزمات على اعلى مستوى لغايه عنده، وده كل ده عن طريق كمبيوتر سيستم. زائد اللي احنا وحدنا الخدمه، ان كان زمان المستشفيات الحكوميه بتجيب احسن انواع سلاسل، وكنا بندي الفلوس للقطاع الخاص، فالقطاع الخاص ساعات في ناس بتجيب حاجات كويسه وفي ناس بتجيب حاجات وحشه. فحرصا على مصلحه المريض المصري احنا كده هنوحد
مستوى الخدمة في الخاص والحكومة يبقوا زي بعض. طب دكتور أحمد، يعني احنا فهمنا موضوع الكلى وده مجهود عظيم ان الدولة بتعمله، وممكن ناس فعلا تقول لك والله اصل انا زاد عندي الموضوع فعايز فرق، يعني خلاص فهمنا الموضوع ده. عايز اسألك سؤال مالوش علاقة بالموضوع ده بس سمعته من كذا حد، هو في مشكلة في مصر في الدرنقة؟ درنقة ايه يا فندم؟ اللي هي بتاعت الدم دي، يعني في مشكلة في دي؟ ان كذا حد كلمني قال لي مش موجودة. قصدك بالدم حضرتك ولا الدرنقة؟ ايوه الدرنقة يا فندم. الدرنقة اللي بتتحط بعد يعني بعد الجراحات. ايوه يا فندم. لا، في نوع منهم. أيوة. في بعض الانواع المتخصصة في بعض المجالات زي المخ والاعصاب كان فيها نقص، بس احنا عندنا الاحتياطي الاستراتيجي بتاعنا. اوكي. بالنسبه لنا احنا كوزاره الصحه. بس طبعا كان في بعض الاصناف كان فيها نقص الفتره اللي فاتت. لا، هو بيتكلموا انه ابتدى يتجاب انواع ليست جيده، يعني هل ده صحيح ولا ده كلام؟ بالنسبه لنا احنا في وزاره الصحه عشان احنا عندنا مخزون استراتيجي، فيعني في الدرانه دي وبالذات في الحاجات بتاعت المخ والاعصاب. لا، مش في المخ والاعصاب، ده بشكل عام الناس بتتكلم عن هذا الامر. لا طبعا الدرانه دي ما فيهاش مشكله خالص، لان في كذا نوع، وفي بالعكس في بعض المصانع المصريه اللي بتنتجها وحاجات جيده. يعني الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعايه العلاجيه بوزاره الصحه، بشكرك شكرا جزيلا. المجتمع كله